السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام. كالعاده معكم اسلام واللي بمشيئه الله غادي نهضروا على تحركات واهداف وتقييم اللاعبين كاملين بلا شنو واقع معهم وبزاف ديال التفاصيل تحت الشعار المختصر المفيد. لذلك كالعاده ما غاديش نطول عليكم في المقدمه ويلا نبداو على بركه الله. اول بدايه كنحب بدايه تكون مع الماتش ديال ديربي اسطنبول بين غالاتاساراي وفنرباخشي. طبعا سيد حكيم كان غائب بسبب الاصابه وان شاء الله في القريب العاجل غادي يرجع. وبالنسبه للثنائي المغربي الاخر يوسف نصر وسفيان امرابط فالمدرب البرتغالي جوسي مورينو اختار يخليهم على كرسي الاحتياط. سبحان الله نصر النجم واساسي وهداف ديال اشبيليه في دوري قوي بحال اسبانيا، وامرابط كذلك كان من قاده الفيولا في ايطاليا واساسي ايضا، وفي تركيا اللي هو دوري ضعيف مقارنه بايطاليا واسبانيا جالس في الاحتياط، فهمت سطا، ولكن كتبقى هذه غير بدايه الموسم ورسميه فقط هي مساله وقت ليس الا. المهم نبداو مع الهليكوبتر النصيري وما قدمه في ديربي اسطنبول. مبدئيا باش حطكم في الصوره قبل هذا الماتش جماهير فنرباخشة ما كانتش راضيه لك على الاداء اللي كان كيقدمه النصيري، ولكن البارح بالتحديد زاد الغضب ديالو على حد لسببين رئيسيين، اولا لانها مباراه ديربي ولا مجال فيها للاخطاء، وحنا اكيد عارفين حساسيه الدربي حتى شي واحد ما كيبغي يخسر، بحال قلتي رجاء الوداد عندنا في المغرب، وثانيا نصيري ضيع اهداف للامانه ما خاصهاش تضيع، لعل ابرز هذه اللقطه اللي كانت في اخر دقائق المباراه، نصيري كيما كيبان فاس فاس مع الشبكه والحارس مورا، وفي عوض ما يسدد في هذا المكان اللي علمتو لكم بهذا المربع الاحمر اي فرابي في الزاويه اللي خاوي، هو شنو دار سدد في المكان اللي واقف فيه المدافع، اللقطه بالنسبه لي انا كاسلام غريبه جدا من نصيري يوسف، ولا قربت لكم الصوره غادي يبان لكم بلي يوسف ماهش راسو نهائيا، فرابا على البركه هو وزارو، مخلي هذه الجهه كامله فين تفرابي نصيري وكتختار تسدد في هاد البلاصه اللي واقف فيها المدافع، ما بلانش هادي للامانه، وطبعا هاد اللقطه خلات جماهير الفريق غاضبه بزاف، عندك ايضا فرصه ثانيه لنصيري واللي كاملين عارفين حنا قوته هي الضربه الراسيه، فهنا كما غادي يبان لكم وصلوا سونتراج رائع وكان بوحده بدون اي مراقبه تذكر، ولكن الانهاء ديالو كان بهذا الشكل للامانه كان سيء، عاليه بزاف ونصيري زعما في بحال هادو راه كيحطهم في الشبكه غير بالضحك، وباش تعرفوا شي حاجه ماشي حتى لهي بالنسبه لنصيري يوسف، شاهدوا معايا عاوتاني التعامل ديالو مع هاد الكره اللي كان بغى يبلاصيها لاحد الزملاء ديالو، ولكن لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية. كيبالي نصيري مع بداية هذا الموسم هارب عليه لعبة. صراحة اللقطة ما عندها حتى شي عنوان. والمشكلة دابا بعض جماهير فنرباخشة كما قلنا طالع عليهم الدم من جهة نصيري. ولا عندهم شك واش كان كيستاهل ذاك المبلغ اللي كان جايبه. زائد بعد ذيك ضياع الفرصة الأولى اللي كنا هضرنا عليها منذ قليل. بداو كيبارطاجيو شي فيديوهات فيها سخرية من أداء نصيري. نعم عارف هادشي ما كيعجبش ولكن خاصني لابد نقل لكم بكل أمانة شنو واقع. ماشي فقط نبارطاجي معكم الأشياء الجميلة وإلا غادي يكون طبعا هذا نفاق. أما كاين كالعادة أغارس أغارس. المهم حنا كمغاربة غادي ندعمو نصيري حتى يوقف على رجليه مره اخرى، ويا ما واجه صعوبات وانتقادات وتغلب عليها في اخر المطاف، وفي الاول والاخير كتبقى هذه غير بدايه الموسم، واملنا في القادم يكون فيه خير ان شاء الله. بالنسبه للتقييم فنصاري تحصل على 5.5 كاسوء تقييم في مباراه، وكان دخل في الدقيقه 67، اما سفيان امرابط فدخل مع بدايه الشوط الثاني وخد تقييم 6.7، اما الياس بن صغير اللي دائما كنهضروا على الفعاليه والايجابيه ديالو على المرمى، اليوم اللهم بارك كان مارك هدف اكثر من رائع وسام في فوز فريقه موناكو، مبدئيا بن صغير دخل مع بدايه الشوط الثاني والهدف كان مارك في الدقيقة 66، وهنا في لحظة الاستلام كان عنده خيار يلعب الكرة لقدام عند هذا اللاعب اللي دار لابيل دو بال، ولكن الياس كالعادة شجاع وعنده الثقة بالنسبة باش يماركي بنفسه، وهادشي طبعا جابها الدراسة بحكم أنه شاف عنده المساحة فين يفرابي، وكذلك عنده الزاوية فين حط الكرة أو يماركي، وفعلا داكشي اللي كان بن صغير فتح راسه الزاوية وبالبروسة حطها في الشبكة، بيش كما قلنا جميل جدا، أيضا هنا نفس البلان بالمن اللي لعب هنا كيدير لابيل دو بال، ولكن الياس اختار يسدد من هذا المكان، إلا أنه هذه المرة ما قنتهاش مزيان بحال الأول، وبين قوسين قرار تسديد بن صغير في هذه اللحظة كان قرار صائب، علاش؟ لأن اللاعب اللي كان داير لابيل دو بال كان مراقب من هذا المدافع، بالعامية وبلغة الكرة كما كنقولوا معمر عليه، بخلاصة بن صغير الياس غير دخل حرك لك اللعب وقدم مستوى كبير جدا، وكان تحصل على تقييم 7.5 كثالث أحسن تقييم في المباراة، وكانوا ربحوا فريق لوهافر بثلاث أهداف لهدف، وطبعا نادي لوهافر في ياسين كاش طالي كيلعب كأساسي وخرج في الدقيقة 79 وتحصل على تقييم 6.8، أما أسامة تيرغالي فحتى هو لعب كأساسي وخرج في الدقيقة 73 وتحصل على تقييم 6.3، ودابا ندوز عند الساطي عبد الرزاق حمد الله اللي دشن اول هدف ليه في دوري روشن مع نادي الشباب في الماتش اللي كان ضد نادي التعاون، والهدف كان من ضربه جزاء واللي بهذا البيت كان سهل الماتش بهدف للسفر، وحمد الله عبد الرزاق كيلعب 90 دقيقه كامله وتحصل على تقييم 7.3، كذلك عندنا ياسين بونو تالق في الماتش الكلاسيكو اللي كان بين الهلال والاتحاد، هنا بعد في الدقيقه 29 ضرب لك واحد البارات ومن عليك هدف محقق لكريم بنزيما اللي كان بغى يحطها بالبروساج في اقصى الزاويه ديال ياسين، ولكن الفرنسي كريم من بعد قدر يسجل لك على بونو ياسين اللي هذا الاخر ما كيتحملش مسؤوليه هذا الهدف، البيت جاب هذا وقوف او انتشار سيء جدا لدفاع الهلال، تحديدا هذا المدافع كان في الباي باي ديال بصح، فعوض ما التمركز ديالو يكون هنا امام هذا اللاعب باش يسد عليه المساحه اللي كانت قدامه، لا هو ما عرف فين كان كيخمم او فين كان غادي، واللي اوتوماتيكيا اكيد الاتحاد لعبوا لك على هذا البلان، هنا المدافع عاد فاق من القلبه ولكن بعد فوات الاول لانه صافي هنا كان فارتك بالحارس ياسين، اللي ما حرش ودابا يوقف ويعمر على موسى ديابي او يدير باله مع كريم بنزيما، او اللي خلى بعد بنزيما كريم في هذه اللحظه بوحده بلا مراقبه، وهو هذا المدافع اللي كنا هضرنا عليه في الاول، فبما انه ما كانش واقف من
الاول مزيان على موسى ديابي، هذا الاخير هرب عليه مما اضطر المدافع الاخر اللي كان واقف على بنزيما يتبعه ويعمر عليه، وبذلك الفرنسي الان كيصبح بدون اي مراقبه تذكر. المهم هادشي كامل بون ما كيتحملش غرام من مسؤوليه هذا الهدف، كلشي من المدافع اللي كنا هضرنا عليه واللي ضرب لك الخدمه ديال الدفاع الهلال في الصغير. تقييم بونو كما كيبان هو 7، وكانوا ربحوا لك الماتش بثلاثه اهداف لهدف. ومن السعوديه الى الامارات في الديربي اللي كان بين الوصل والنصر، وهذا الماتش كانوا فيه مغربيين اللي هما سفيان بوفتين وعادل تعرب، وبجوجهم كانوا ماركاو ما شاء الله. نبداو اولا بهدف تعرب عادل اللي كان في الدقيقه 21 مع الطرمش بهذا الفراب اللي جاب منه الهدف. من بعد كرد عليه سفيان بوفتين بهذا الهدف بعد متابعه جيده، ولكن كلشي على مراوغه اللاعب خيمينيز، مراوغه كانت بطريقه رائعه جدا. المهم الفريق ديال بوفتين هو اللي كربح الماتش بثلاث اهداف لهدف. تقييم عادل تعرب هو 7.4، والمدافع البوفتيني كان خدا تنقيد 8 كثاني احسن تقييم في المباراه. اما ان يحيى عطيه الله فرع مرونه مع الاهلي المصري اخر وفي الماتش اللي كان ضد نادي كورمايا برسم الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا. والمغربي في هذا الماتش كان عطى تمريرتين حاسمتين، الاولى كيفاش بعدا غادي يزرب ويغفل لك الخصم ويلعب ركنيه خفن زربن اللي كانت ثنائيه بينه وبين احد اللاعبين، وهنا كيدخل الكره لكارو دي زويت ورامي ربيعه كيماركي لك الهدف. ولكن الاسيست الثاني هو اللي كانت فيه الخدمه بزاف وديال بصح، كيفاش هنا يلعب على المساحه ودخل لي العمق مع لابيل دوبال كانه الان راس حربه، ثم ضرب لي الخصم خطه التسلل في الزاره وكينفرد مع الحارس، وبذلك كيلعب الباس لوسام ابو علي اللي كيماركي لك الهدف الثاني. والماتش كان سلب بفوز الاهلي المصري بثلاث اهداف.